شيخنا الكريم الشيخ صالح، لماذا يشتكي الناس من هذه الأمور، السحر والحسد في وقتنا الحاضر؟ هل هو البعد عن كتاب الله وترك الأوراد والأذكار؟ هذا سببه أن الدجالين والكذبة والسحرة تسلطوا لأكل أموال الناس وابتزازها باسم العلاج وباسم نفع الناس وغير ذلك مما يسمعونه ويقرؤونه في وسائل الاتصالات، فهذا كله من أسباب انتشار هذا الشر في وقتنا الحاضر، مع الجهل في كثير من الناس، الجهل بالعلم النافع والتمسك بالعقيدة الصحيحة. يجب الابتعاد عن هذه الأمور وهذه الخرافات وهذه المحرمات، والعلاج بما أحل الله وبما أنزل الله وبما شرع الله سبحانه وتعالى. نعم.